هذا سؤال يتكرر، المرور بين يدي المصلي في الحرم لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به، لأجل الضرورة والحاجة. ما تمنع الناس وتقعد تصلي أنت وتخلي الناس يمتنعوا؟ الناس بيمشون يروحون، ولو امتنعوا يمكن يدعس بعضهم بعض يحصل ضرر. أنت صلوا خل الناس يمرون، الحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلي الناس يقفون علشانك لما تصلي، هم واقفين الناس.